هلا فيك عبد الله، مسي عليك بالخير وعلى الزملاء ابو احمد وابو عبد الله وعلى السادة المشاهدين. ايوه ايش بعد؟ لا لا اليوم ترى خفيفة، مو بزي يوم سعاد انت بس يعني اليوم مختصر ها؟ اي بس تعرف طيب. تراك تنبسط اذا صارت خفيفة عشان ما ضيق عليك في الحلقة. طيب. يلا نروح لخبرنا الاول اللي يقول اجتماعات داخل الاتحاد من اجل المنتخب. اجتمع رئيس الاتحاد السعودي احمد عيد ظهر امس بمدير المنتخب السعودي الاول زكي الصالح، واطلع على نتائج الاجتماعات التي عقدت مع المدير الفني مارفيك حول برنامج الاخضر استعدادا للتصفيات الاسيويه. الخميس المقبل سيتم اعتماد برنامج المنتخب الاعدادي بعد اجتماع اعضاء الاتحاد. نروح لخبرنا الثاني واللي يقول الاتحاد يختتم موسمه المحلي بعقوبات. غرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد 225 ألف ريال لقيام جمهوره بإلقاء قارورات المياه في ساحة الملعب في لقاء النصر، وغرمته 22500 لتأخر فريقه دخول الملعب في بداية المباراة لمدة دقيقتين، كما قررت إيقاف محمد قاسم 4 مباريات وتغريمه 20000 ريال لتلفظه ضد منسق المباراة، كما عاقبت محمد نور 10000 ريال لدخوله الملعب. كما أوقعت لجنة الانضباط على نادي النصر غرامة بمبلغ 15000 ريال لتأخره في الدخول إلى الملعب لمدة دقيقتين. عبد الله والله لجنة الانضباط كنها كثيرة يا أخي على الاتحاد، شغالة على الجماعة. إيه مبالغ والله كنها كثيرة يعني، لكن الله يعينهم. عاد بعد نهاية الموسم حنا ما عندنا مشكلة مثل ما قلنا، إذا هي وفق الأنظمة والقوانين واللي هذا الشيء اللي إحنا نتمناه صح، يعني ما اكيد انه احنا راح نبارك هالخطوه، بس اذا كان صراحه في شيء احنا قاعدين نشوفه ما هو واضح قدامنا ما حد يرضاها يا عبد الله، يطلع احد من الجماعه يوضح لنا يتكلم، لكن الله يعينهم نهايه الموسم والامور الماليه شوي، يلا الله يعينهم. بس نروح لخبرنا الثالث، نخل الفتح صراع هلالي اهلاوي. يعد مدافع نادي الفتح بدر النخلي من افضل المدافعين في الدوري السعودي، وهناك انباء عن وجود اهتمام اهلاوي هلالي لضم اللاعب. الأهلي يسعى للظفر باللاعب تفاديا لرحيل أسامة هوساوي اللي ما جدد حتى الحين مع الفريق، والهلال يعاني في المناطق الدفاعية ويبحث عن لاعب محلي للاستفادة من كرت اللاعب الأجنبي في الخطوط الأخرى. نروح لخبرنا الأخير واللي يقول بيان اتحادي لدواعي انضباطية. أصدرت إدارة نادي الاتحاد قرارا بإيقاف سلمان الصبياني لاعب الفريق حتى نهاية الموسم بداعي صدور سلوك غير انضباطي، وأوضح النادي عبر مركزه الإعلامي أنه اتخذ قرارا بناء على تقرير الجهازين الفني والإداري للفريق، كما قرر الروماني بيتوركا فرض عقوبات تدريبات انفرادية تحت فرض تدريبات انفرادية تحت أشعة الشمس لثنائي الفريق فهد المولد وفيصل الخراع بعد تغيبهما عن التدريبات. والله ما هو بسهل بتركه تحت أشعة الشمس وناوي العيال الرجال، ما هو بسهل يا عبد الله. هي أشعة الشمس تراها أحيانا يعني تحرق، والله بعد جدة شمس ورطوبة الله يعين الشباب. بس كانت هذه أهم الأخبار. عبد الله يعطيك العافية، ما ودك تكون معنا في الحلقات تكمل؟ لا لا ما يقصروا الشباب، أبو أحمد وأبو عبد الله فيهم الخير والبركة يا عبد الله، خليك تاخذ راحتك. يعطيك العافية.